نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعنده أصحابه يرونه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية. يأتيه على صورة رجل ويخاطبه، فهذا توثيق لسند القرآن الكريم أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، فهو كلام الله. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول، هي إضافة تبليغ مبلغ، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إضافة تبليغ أيضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه لا يمكن أن الكلام يكون من ثلاثة. الله أخبر أنه كلامه وأضافه إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري من باب إضافة التبليغ فقط.